السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعونا على شاشة تلفزيون قطر. بداية هذا الأسبوع مع حلقة جديدة من جلسة الأعمال وجولة في سوق المال والأعمال القطري، وسيصحبني كما عودناكم دائما نخبة من ضيوفنا الكرام. معي هنا في الاستوديو دكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار، أسعد الله صباحك بكل خير دكتور عبد الله. ومباشرة من مقر بورصة قطر الصحفي الاقتصادي السيد محمد حمدان، أسعد الله صباحك بكل خير. ومعنا أيضا عبر الهاتف السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية، أسعد الله صباحك بكل خير سيد أحمد. بداية مشاهدينا دعونا نستذكر وإياكم إغلاقات المؤشر العام مع نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث أنهى المؤشر العام للبورصة القطرية الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري مرتفعا بأكثر من 10 نقطة مئوية بإغلاقه عند مستوى 10920 نقطة. ساهمت الأسهم القيادية في القطاع البنكي على وجه الخصوص بدعم أداء المؤشر، بالإضافة إلى مكاسب قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. سجلت قيم التداولات خلال الأسبوع ارتفاعا إلى 2,223 مليون ريال، كما ارتفعت أحجام التداول إلى نحو 1,890 مليون سهم. هذا وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة نحو 635,942 مليون ريال. دكتور عبد الله، دعنا نبدأ هذا الحوار معك. حافظ المؤشر العام خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر على محصلة إيجابية هي الثالثة له على التوالي ليربح قرابة 220 نقطة، ربما هي ما دعمت استقراره ضمن أو أعلى من مستويات 10900 نقطة. كيف تقيم أداء المؤشر خلال هذا الأسبوع على الرغم من التباين الذي شهدناه خلال الجلسات؟ مرحبا، صباح الخير. حقيقة في آخر لقاء كان الحديث عن أنه هذه ثالث مرة المؤشر يحاول يخترق أيضا 10800 10900، واستطاع أنه الحقيقة يعدي 10900 ويستقر. ما رأينا تراجعات كبيرة في الفترة الأخيرة، رأينا استمرار الزخم خاصة بالنسبة للتداول، حجم التداول، أيضا الأخبار والأخبار الإيجابية أيضا بالنسبة للمؤشر، إما على صعيد الإفصاحات أو على الصعيد الاقتصادي، وكانت جدا جدا قوية الحقيقة المؤشرات الأخيرة بالنسبة للاقتصاد، وهذا بالطبع أساسي وداعم من أجل أن المؤشر يعدي المستوى هذا. الآن يبدو أن المؤشر الحقيقة يتجهز لأنه يكسر 10900 بشكل يوصل ل 11000، وهذا بيكون طبعا رقم قياسي بالنسبة للفترة الأخيرة. نعم. وإذا كسر 11000 احتمال أنه يستمر. كل المؤشرات إيجابية بالنسبة للاقتصاد العالمي. الحقيقة الربع الأول كان فيه مبالغات كثيرة خاصة بالنسبة للنمو، مخاوف أيضا كبيرة معاه. الربع الثاني بدأ نوع من الرجوع أيضا بسبب المخاوف بالنسبة للطلب. في الربع الأول كان فيه مخاوف من طبعا اختناقات بالنسبة لسلاسل التوريد، سلاسل التصنيع، أيضا الشرائح، الرقائق الإلكترونية، كلها كانت في مشاكل. وطبعا رأينا أيضا تتابعات وتبعات ذلك على الشركات ونتائج الشركات بشكل كبير. فهذه المخاوف الحقيقة أيضا صاحبة المبالغة في من المخاوف على الطلب. رأينا هذا الحقيقة يرجع يستقر. الآن بدأت المؤشرات تستقر بشكل كبير، بدأت أيضا سلاسل التوريد، النقل والتصنيع تأخذ مداها. نعم. طبعا رجعت الدلتا بالنسبة للكورونا والجائحة، ورجعت المخاوف بالنسبة للجائحة، ولكن طبعا المجتمع الدولي استطاع خلال السنة الماضية سنة ونص أنه يتعامل معها. لذلك احنا في مرحلة ما بعد. نعم. الجائحة، ما بعد أيضا المخاوف، ولذلك نعم. احتمال أنه المؤشر يستمر في تسجيل مستويات قياسية أعتقد أنه معقول. نعم. طبعا الآن الرجوع لكل شركة وقدرة كل شركة على أنها تحقق إنجازات. نعم. ورأينا الحقيقة بعض الشركات حققت إنجازات كبيرة، وبعضها شوية كان ما حقق المستوى المطلوب. نعم. المرحلة القادمة طبعا راح يقيم المستثمر وراح يصحح البورتفوليو خلال المرحلة القادمة. نعم. سيد حمدان، في ظل نسبة المكاسب المسجلة خلال الأسبوع الماضي، أحجام وقيم التداولات المسجلة، كيف يمكن قراءة الأداء من الناحية الفنية؟ أسعد الله صباحكم بكل خير ولضيوفك الكرام.
في الحقيقة المؤشر العام لبورصة قطر استطاع أن يتماسك فوق مستويات 10900 نقطة. شهدنا أنه في تحسن ملحوظ في مستويات السيولة. مستويات السيولة في السابق كانت في حدود 200 مليون ريال 250-300 مليون ريال، قفزت بمستويات ملحوظة إلى حوالي 500 مليون ريال 495 و 450 مليون ريال. هذه تقدم من حيث السيولة. أيضا الرسم السوقية للبورصة شهدنا أنه هنالك قفزة ملحوظة إلى حوالي 635.9 مليار ريال، وهذه قفزة كبيرة جدا بالنسبة لمستويات السيولة. السوق بيحاول اختبار مستويات حاجز 11000 نقطة، وأتوقع خلال هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة متوقع أن السوق يكسر حاجز 11000 نقطة، ومن ثم ينتقل إلى حال كسر ذلك سينتقل إلى 11300 نقطة. نعم. المستويات الفنية بالنسبة للسوق هو متماسك مدعوما بنمو قوي من مستويات الأرباح في النصف الثاني من العام، في النصف الأول من العام الحالي. نعم. التقديرات الأولية بتشير إلى معدل أرباح يفوق 20 مليار ريال بمعدل نمو 30%. هذه معدلات أرباح ملحوظة جدا. أيضا شهدنا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي فيها تحسن ملحوظ. موازنة قطر حققت مستويات فائض ممكن حوالي 4 مليار ريال. نعم. هذه نسبة كبيرة جدا قياسا بالعجز خلال النصف الأول من العام الماضي. نعم وضحت. نعم. وضحت سيد حمدان. طبعا معظم هذه المواضيع ستكون ملفات نفتحها خلال حلقة هذا اليوم. نتحدث عن أداء المؤشر خلال أسبوع شهدنا مع نهايته أيضا انتهاء موسم النتائج المالية. عن فترة النصف الأول من العام الحالي كنا قد شهدنا مع نهاية الأسبوع الماضي إعلانات لآخر 3 شركات من أصل 48 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، وهي زاد وإزدان وأيضا الطبية. نبدأ مشاهدينا مع إفصاحات مجموعة إزدان التي أعلنت في بياناتها المالية للنصف الأول من العام الجاري عن تحقيقها صافي ربح بأكثر من 172 مليون و200 ألف ريال مقابل صافي ربح ب 172 مليون و300 ألف ريال لنفس الفترة من العام الماضي، لتستقر ربحية سهم الشركة عند 0.6 درهم عن 6 أشهر الأولى من العام الحالي. فيما تحولت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلى الربحية، وذلك من خلال تحقيقها أكثر من 1,350,000 ريال كصافي ربح عن النصف الأول من العام الحالي مقابل صافي خسارة بلغت نحو 1,147,000 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. بلغت ربحية سهم الشركة درهماً وعشري الدرهم مقابل خسارة للسهم بلغت درهم واحد للنصف الأول من العام الماضي. كما بلغ صافي أرباح شركة زاد القابضة نحو 104,309,000 ريال على النصف الأول من العام الحالي مقابل أكثر من 107 ملايين ريال تم تحقيقها في ذات الفترة من العام السابق. بلغت ربحية سهم الشركة 40 درهم مقابل 41 درهم كربحية للسهم تم تحقيقها للنصف الأول من العام الماضي. هذا وحققت الشركات المدرجة في بورصة قطر نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي، استطاعت تسجيل نمو بلغت نسبته 33% على أساس سنوي لتبلغ قيمة صافي الأرباح المجمعة لهذه الشركات نحو 21 مليار و324 مليون ريال. تفاصيل أوفى في التقرير التالي لنتابع معا. نتائج قوية حققتها الشركات المدرجة في بورصة قطر تعكس تجاوز أدائها لكافة الظروف الاقتصادية المتعلقة بتداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث تشير البيانات المالية إلى أن صافي الأرباح المجمعة لهذه الشركات حققت نحو 21 مليارا و324 مليون ريال عن النصف الأول من العام الحالي، مسجلة نموا فاقت نسبته عن 33% على أساس سنوي. وكشفت النتائج المالية أن 5 قطاعات سجلت نمواً في أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي، واستحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على نحو 67% من إجمالي الأرباح المحققة، بعدما بلغ صافي أرباح الشركات المنضوية تحت هذا القطاع نحو 12 ملياراً و734 مليون ريال، مسجلاً نمواً بنحو 13% على أساس سنوي. وقاد أرباح هذا القطاع بنك قطر الوطني الذي حقق 6,776,000,000 ريال. قطاع الصناعة حل في المرتبة الثانية من حيث قيم صافي الأرباح المحققة والتي تخطت 5,120,000,000 ريال،
محققة نموا فاقت نسبته 200% على أساس سنوي. وسجلت شركة صناعات أعلى قيم أرباح في هذا القطاع والتي تجاوزت 3,538,000,000 ريال. وتلا هذين القطاعين في قيم الأرباح قطاع النقل الذي حققت شركاته صافي أرباح فاقت 1,181,000,000 ريال. وقادت شركة ناقلات القيم المسجلة في هذا القطاع من خلال تحقيقها صافي أرباح تخطت 635,000,000 ريال. فيما قفزت أرباح شركات قطاع التأمين من نحو 35 مليونا تم تسجيلها في النصف الأول من العام الماضي إلى أكثر من 577,600,000 ريال تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام الحالي. الأرباح النصفية المحققة من قبل الشركات المدرجة في البورصة تعكس الفرص الاستثمارية الهائلة بالسوق القطري وكذلك متانة المراكز المالية لهذه الشركات وفي مقدمتها القطاع المصرفي. سيد أحمد دعني أنتقل إليك، كثير من المؤشرات نقرأها في النتائج المالية النصفية، دعنا نبدأ مع نسب النمو التي تم تسجيلها التي بلغت على أساس سنوي أكثر من 33%، أبرز ما دعم تحقيق هذا النمو برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه عملية النمو بهذه النسب خلال هذه الفترة تعتبر مهمة جدا وإيجابية، خاصة أنه النقطة المهمة أنه النمو كان تقريبا من جميع القطاعات، يعني كل القطاعات حققت نمو، يمكن كان في ضغط حتى الآن نوعا ما من القطاع اللي هو القطاع العقاري نوعا ما، ولكن بشكل عام جميع القطاعات حققت نمو أكثر من ممتاز، في بعض الأحيان تجاوز 200 و300% على مستوى القطاع. فنحن عم نحكي عن نسب ارتفاع قوية استطاعت الشركات تحقيقها، بالرغم من أنه كان في ضغط وكان في نتائج مفاجئة من بعض الشركات اللي هي يمكن كانت أربع شركات، كانت شركة تجارة، شركة ودان، كان عندنا الخليج الدولية، فودافون. الخليج الدولية وفودافون أثروا بشكل كبير، يعني الخليج الدولية تحولت إلى الخسارة بحوالي 768 مليون بينما كان في عندنا فودافون قاربت خسائرها من المليار من بعض أرباح حوالي 800 مليون خلال العام الفائت. يمكن لو أخذنا هاتين الشركتين أو الأربع شركات برا المؤشر كان صار نسبة الأرباح تجاوزت 50% بمستوى النمو المنشود على هذا المستوى. بكل الأحوال خلينا نقول أول شيء الشركة الأبرز كما تعودنا دائما كانت كيو أم بي حقق نمو 6%، ولكن مستوى الأرباح الخاص فيه هي أكثر من 25% من مجموع أرباح الشركات، وبالتالي تأثيره يعتبر هو التأثير الأهم على مستوى أرباح الشركة. نعم. شركة صناعات قطر أيضا كانت إحدى الشركات المهمة بالتأثير واللي كان إلى سبب رئيسي بعملية النمو، تحولت بحوالي 440% تقريبا نمو أرباح من 650 مليون بالعام الفائت ل 3.5 مليار خلال هذا العام. اعتقد انه كيو ام بي مع صناعات قطر الوحيدين يمثلوا ما يقارب 50% من قيمه ارباح الشركات المدرجه ببورصه قطر ككل. نعم. فمع تحقيق نمو تجاوز 3 مليار تقريبا لهذين البنكين او لهذين الشركتين كانت النتائج اذا بدك متوقعة بتحقيق هذا النمو الكبير اللي شفناه. وضحت سيد أحمد. بالانتقال إليك سيد حمدان، كان من المتوقع أن يحافظ القطاع البنكي على الصدارة فيما يخص قيمة الأرباح المحققة، لكن هل كنا نتوقع النسب القياسية من حيث الأرباح أو النمو في الأرباح لقطاع التأمين بالدرجة الأولى ومن ثم قطاعي الخدمات وأيضا الصناعة؟ بالتأكيد ما كنا بنتوقع أنه قطاع التأمين سيتصدر قائمة الأرباح في الشركات المدرجة في البورصة. نعم. كانت التوقعات بشكلها التقليدي مبنية على القطاع المصرفي، ولكن في هذه المرة قطاع التأمين استطاع أنه يحقق مستويات أرباح قياسية ويتصدر المرتبة الأولى من حيث نمو الأرباح، يعني شهدنا. نعم. أنه في مستويات أرباح بمعدل أكثر من 700% وإلى 577 مليون ريال قياسا ب 35 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.
هذه الأرباح واضح أن قطاع التأمين استفاد من البيئة الجيدة وتحسن الأوضاع في دولة قطر بعد تحسن أوضاع التطعيم، تحسن الأوضاع الجيوسياسية. المؤشرات الإيجابية للاقتصاد القطري فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي ككل من حيث معدلات النمو والتوقعات المتفائلة بشكل عام هذا القطاع. القطاع الآخر هو قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، شهدنا أن هذا القطاع أيضا سجل مستويات نمو ملحوظة بواقع 814 مليون ريال بمعدل نمو أكثر من 200%، وهو احتل المرتبة الثانية من حيث معدلات النمو في البورصة القطرية. نعم. والقطاع الثالث هو قطاع الصناعة، ممكن سجل مستويات أرباح ملحوظة أكثر من 200%. شركات هذا القطاع أيضا هي شركات ثقيلة لديها وزنها في المؤشر العام لدى البورصة. هذه القطاعات الثلاثة استفادت من حزم النمو الاقتصادي في دولة قطر بشكل عام، استفادت من تحسن الأوضاع الجيوسياسية، استفادت من الانتعاش التدريجي على مستوى الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار والتماسك أسعار النفط فوق 70 دولار للبرميل. نعم، وضحت سيد حمدان. دكتور عبد الله، هل هذه النتائج والتي كانت منتظرة وربما كانت حركة التداولات خلال شهر يوليو تترجم توجه الأنظار ناحية هذه النتائج، هل تعد هذه المرحلة المفصلية ما بين التوقعات والواقع أعطت النتائج الداعمة لأداء المؤشر الفترة القادمة وربما كانت منتظرة خلال الفترة القادمة لتحريك السيولة في المؤشر العام خلال الفترة المقبلة؟ صحيح، متوقعة وأكيد أنها داعمة لأنه النتائج كانت ممتازة وفي بعض الحالات الحقيقة يعني كانت قفزات كبيرة. لكن ما ننسى أيضا أنه هذا طبعا مقارنة بعشرين في كثير من الحالات والتراجعات اللي صارت، لذلك الحقيقة السؤال كيف راح تستمر الشركات هذه في القدرة على أنها تحقق نفس مستويات النمو لا أحد يتوقع، ولكن على الأقل العودة لمستويات النمو المتوقعة واللي كانت طبعا متعارف عليها. لكن يعني في عامل أساسي ومهم اللي هو طبعا الطلب في السوق العالمي، إما على أسعار النفط وأسعار السلع، وكذلك طبعا كثير من السلع اللي تصنعها خاصة القطاع الصناعي وعودة النشاط الاقتصادي بشكل عام. ولذلك المرحلة القادمة الآن هو قدرة الحقيقة المستثمر، قدرة المتابعين الاقتصاديين على توقع ما الذي خلال الثلاثة شهور، الحقيقة هي أشهر أساسية بالنسبة للبورصة، بالنسبة للسوق، بالنسبة للشركات، بالنسبة للاقتصاد العالمي، لأنه في نهاية المطاف البعد في الاقتصاد العالمي مهم بالنسبة لنا، إما على مستوى طبعا الفوائد المالية، الميزان التجاري والاحتياطيات بشكل عام، أو على مستوى أيضا الصادرات خاصة إما بالنسبة للغاز، النفط، البتروكيميكلز وغيرها. كل هذا الحقيقة مرتبط، ولذلك خلال المرحلة القادمة إيش الوضع بالنسبة للجائحة، إيش الوضع بالنسبة للدول معظمها، الإغلاقات، خطوط الطيران، سلاسل التوريد، كلها أيضا نرجع مرة ثانية نشوف، لأنه خلال السنة وسنة ونص الحقيقة خلال السنوات الماضية بدأت التقلبات تصبح جزء الحقيقة من العمل اليومي والعمل الاستثماري وعمل الشركات، غير طبعا ما قبل يمكن السنوات البسيطة الماضية كان هناك متسع بعض الشيء، ولكن الآن التحولات والتغيرات سريعة، وقدرة الاقتصادات إما المحلية أو العالمية على التوائم والتأقلم وتحقيق الأرباح هو ما هو قادم. نعم، وضح الدكتور. أكدت وكالة فيتش مشاهدينا للتصنيف الائتماني قوة تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك خلال المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة لتصنيف البنك في ضوء نتائجه وأدائه خلال النصف الأول من العام الحالي. قالت الوكالة في تقرير نشرته حول مراجعتها لتصنيف الدولي الإسلامي الائتماني إن تصنيف البنك عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة يستند إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها الاحتمالية القوية للدعم من الحكومة عند الحاجة، فضلا عن قدرة الحكومة وملاءتها المالية القوية التي تجعلها مؤهلة لتقديم الدعم اللازم. دعونا الآن نستعرض وإياكم افتتاحات المؤشر العام للبورصة القطرية. نحن نستقر ضمن نطاق منطقة المكاسب عند مستويات 10925 نقطة وثلث النقطة تقريبا، بارتفاعات طفيفة وهامشية مع تسجيل تحركات نشطة خلال هذه اللحظة.
لحظات تتحدث عن أكثر من 30 مليون ونصف المليون ريال تقريبا، شمل 18 مليون و300 ألف سهم. القائمة الخضراء في صدارتها خلال هذه اللحظة الخليج التكافلي 1.17 نقطة المئوية تقريبا، تليها في ذلك الخليج الدولية بارتفاعات وصلت إلى 1.5%. البنك التجاري دلالة الآن تسبق البنك التجاري بقليل، البنك التجاري يرتفع ب 19 نقطة المئوية. هناك تحرك سريع على صعيد الشركات خلال هذه اللحظات، ولكن بنك الدوحة من ضمن الشركات المرتفعة وإن تراجع للمركز الخامس خلال هذه اللحظات. دعونا نتابع وإياكم القائمة الحمراء مشاهدينا الكرام. في صدارتها QLM وانخفاضات وصلت إلى 5.3%، أزدان القابضة 1.4%، البنك الخليجي 1.10% تقريبا، وأعمال 1.10% هي الأخرى القائمة. تتضمن أيضا المستثمرين بنك قطر الأول، فودافون والإجارة وبلدنا وعدد آخر من الأسهم. على صعيد النشاط، في صدارة القائمة الخليج الدولية قرابة 9 ملايين ريال، استثمار القابضة تستحوذ على 2,600,000 ريال، ملاحة 2,600,000 ريال، والسلام العالمية 2,500,000 ريال خلال هذه اللحظات. في شأن آخر مشاهدينا الكرام، كشفت بيانات وزارة المالية على موقعها الرسمي أن الموازنة العامة للدولة سجلت فائضا يبلغ 3,800,000,000 ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي. بحسب البيانات الرسمية للوزارة، فقد بلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام الحالي 50,100,000,000 ريال. فلنتابع. الربع الثاني من العام الحالي شهد تسجيل فائض في الموازنة العامة للدولة بلغ 3,800,000,000 ريال، وذلك وفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية عبر موقعها الرسمي. وأظهرت هذه البيانات أيضا أن إجمالي إيرادات الربع الثاني تجاوزت 50 مليار ريال بدعم من أسعار النفط، بينما سجل إجمالي النفقات 46 مليار ريال خلال الربع الثاني من هذا العام. وبلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الثاني 15 مليار ريال، ما يعادل 20.5% من إجمالي الموازنة المخصصة للمشاريع لعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، تمت ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 2,700,000,000 ريال خلال الربع الثاني من عام 2021. عوامل عديدة ساهمت في تسجيل إيرادات فاقت الإيرادات المتوقعة للموازنة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت أسعار النفط مستوى أعلى من السعر المتحفظ البالغ 40 دولارا للبرميل المعتمد في الموازنة، بالإضافة إلى السيطرة على النفقات وارتفاع الإيرادات. كما شكل تحصيل ضريبة دخل الشركات في أبريل 2021 عاملا رئيسيا في نمو إجمالي الإيرادات في الربع الثاني. ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 30,700,000,000 ريال، وهو ما يمثل زيادة 17% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدعوما بارتفاع أسعار النفط العالمية. هذا ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد القطري من أثار جائحة كوفيد-19 ويتمكن من تحقيق نمو ب 22% في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021. ويعد برنامج التطعيم والرفع التدريجي للتدابير الاحترازية بالإضافة إلى انتعاش الطلب على النفط وارتفاع أسعاره من العوامل الرئيسية التي ستساهم في عملية الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من عام 2021. سيد أحمد، مؤشر جديد مرتبط بالأداء الاقتصادي هو واحد من أهم المؤشرات، ارتفاع بالقيمة المذكورة وبأعلى مما هو معتمد في الموازنة، ما أهم دلالات هذا في المرحلة القادمة؟ الحقيقة أنه هذا يعني المؤشر مهم جدا بتحديد اتجاه الكثير من الأعمال ويعني تنفيذها، وأيضا التوسع بالدخول ضمن أفكار جديدة ومشاريع رئيسية جديدة. أنا اللي كمان اللي لفت نظري بشكل أساسي بهذا الموضوع كان حجم الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الثاني من العام 2021 بلغ حوالي 15 مليار ريال، وهو رقم يمثل حوالي 20% أو يفوق 20% من إجمالي الموازنة المخصصة للمشاريع للعام 2021.
فنحن اليوم بالرغم من هذه الظروف ما زلنا ضمن تنفيذ الأساسي للمشاريع الرئيسية. كذلك كان هناك مشاريع جديدة خلال الربع الثاني قاربت من 3 مليار ريال. وضحت هذا كله دلالات مهمة جدا. ولا ننسى أيضا انخفاض إجمالي الدين العام لاستطاعت معظم دول العالم. اليوم الدين العام عم بيزيد عندها. بدولة قطر شفنا انخفاض للدول للدين العام بحوالي 3% خلال أيضا. سيد أحمد. نعم وضحت سيد أحمد. ضيوفي الكرام شكرا جزيلا لكم على إثراء هذه الحلقة. دكتور عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار كنت معنا في الاستوديو شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لضيفي الكريمين مباشرة من مقر بورصة قطر سيد محمد حمدان الصحفي الاقتصادي وعبر الهاتف محلل الأسواق المالية سيد أحمد عاقل. شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.